ألسنا على الحق؟ إذا لا نبالي بالموت وقع علينا أو وقعنا عليه. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك. سيدي ما خاب من تمسك بكم، أمن والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين. روحي وما ملكت يميني وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء، وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب الحمامة والرداء. غريب يا مظلوم كربلاء، لا لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين سوه. قال أخنا على عترة الهادي فشتتهم فلا ترى لهم جامعا بشخصين. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين.
بعد قال وأرض طوس وسامراء وقد ضمن بغداد وبدرين حلا وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهد أم الحسين لقا بين الخميسين وحنوح يا زهراء على منه تنوحين نوحك على المسموم لو نوحك على حنة نادت والدمع بالخد بادي ان تسألوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين صاطفي فادي واعظم علي لين عن ناعي وبشي على أولادي قضوا بالسيف وبشي على أبوهم قتيل اللبن وإن شان بالله تسألوني يا أعظم علي لين عن ناعي أنا دهري رماني بالرزايا بكل غالي وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي ما أشوف ساعة من الحزن مرتاح بالي واعظم علي لين عن ناعي وابجي على اولادي ذبايح يوم عاشور وانا نصبت لهم عزليهم وسط القبور ونسيت ضلع الليب صير الباب مكسور واعظم علي لين عن ناعي بعد هالبيت واسالكم الدعاء والله يا زهرة كم جنازة من بنينش تبقى بلا موارا وشفتيها بعينك والسباب كلها من الذي سقط جنينش ورث علينا الهضم والحسرات والنوح ومصيبتها